السلام عليكم، مرحبا بكم. ممكن الدورة متاعنا مواصفة الدورة متاعنا إنشاء مدونة بلوكر سيت على بلوكر. اليوم باش نعمل حاجة جديدة، هي باش نشرو دومان للمدونة متاعنا، باش نشرو دومان كوان كوان للوجو متاعنا. علاش نشري في دومان كوان كوان؟ لأن يعطيني مصداقية للسيت متاعي، أمام السيت متاعي الناس أي الزوار تحب لدومان كوان كوان أكثر من لدومان المجانية. كما محركات البحث زادة تحب لدومان المدفوعة وتسبق قادمة على الدومانات المجانية. هاك علاش نشرو دومان، نشرو دومان، نحاول نشوفو أنه لدومان أرخص نوعية، أرخص دومان ممكن تشريه الدومان بواحد دولار فقط. نمشي نسيت اسمه جودادي، هذا هو جودادي، بس لا نسيت كل هذا. 99 سنت دومان، يعني يدوم لك عام كامل، أرخص من هيك ما فماش. مش نمشي نشوف الدومان بتاعي، السيت بتاعي هو ريال، مثلا الدومان هذا يبيلو، يعني متوفر وب 99 سنت فقط، في سيلكت عندك هاي كارت كونتينيتي كارت. إذا تشوف هنا المبلغ المطلوب هو 10.98 دولار، العام الأول باش يحسبوه ب0.99 سنت، العام الثاني 9.99. يعني هذا حاليا من حاجتي كان بعام واحد، ما عنديش برشا فلوس، نحب ندفع دولار واحد فقط. إذا نجي نختار هذا نعمل وان يورو، رجع للسوم الأصل هو 99 سنت. قال إذا أنت عندك أكاونت تعمل ساين إن، إذا كان ما عندكش أكاونت نمشي نعمل كرييت أكاونت، تكتب عندنا زوج طرق، يا عن طريق تعطيه شو اسمه الفيسبوك، هو يتعدى ديريكت مرحلة تحط البيانات متاع الكارت متاعك، وإلا تعمل كوماند. مثلا هذه الطريقة سهلة، باش نمشي بطريقة الإيميل. كيفاش نجيب الايميل اللي عملت بيه اللي عملت هذا جديد، عملناه في الحلقه الاولى، ناخذ كوبي كل ونجيب نحطه هنا، نعمل يوزر نيم، وبعد نعمل باسورد، نعمل المراحل هذه من رجع. هذا الايميل بتاعي حطيته، اليوزر نيم اللي اخترته، تكتب يوزر نيم هو يعطيك مقبول ولا مش مقبول. اذا لو حطيت محمد مثلا لهنا ما قبلاش، ولا حطيت محمد بغداد مش تقبل اليوزر نيم تاعي. هو الباسورد، الباسورد اش طلب لي؟ لازم يكون ناف كاركتر، لازم فيه يكون لاتر ماجسكيل لاتر مينسكيل وارقام. اذا عندي الباس تاعي، لازم الباس نحوه، وإلا لموت باس كل أهم حاجة مهمة سنحطهم في في شيء وورد ولا في شيء دوكيومنت ولا أي حاجة. I want to receive personalization كذا، أي create account.
بيلينج انفورميشن، عطيته تحط الكارتة بتاعي، تحط الكارتة بتاعي البلاد بتبيعها، هو اختارها لي ديريكت تونس، تحط الفيرست نيم اللاست نيم بتاع الكارت بتاعي، الاسم بتاع الكارت بتاعي، وبعد نختار نحط نمو التليفون ولا ادريس، نبدأ بالحاجة بالحاجة. فيرست نيم الادريس، الادريس نتاع وين تسكن، كود بوستال، ستيت يعني ولاية، جا دي تكتبها وحده، سيتي دي تكتبها وحده، هذا ما مش مهمين، إذا نتعدى نخليه، هنا نحط نمبر الكارتة، دات ديكسبيراسيون، والكود سيكيورتي، نقص لحظة حط الكارتة بعد نرجع، لهنا حطيت نمبر كارت كارتة جاي من بتاع الكارتة اللي هي سي تي اي، وحطيت هنا كود سيكيورتي، لهنا عندي التوتال اللي باش ندفع هو 1.17، علاش؟ خاطر زادني ستاكس اللي تاكس هما عندهم 0.18. إذا بالطبيعة عطيني يعني هنا نجم نزيد مثلا ناخذ دي دومان اخرين بلان نت ولا فرنس ولا فرنسور، هذا كله ما تحطاش، نتعدى ديريكت سيف. تبقى السوم هي 1.17 دولار، السوم معقول على خير مناسب، نقول لا ادفع. صارت إشكالية هنا، لحظة شوفوا شنو المشكلة. That experience. Now we choose after. كانت عملت غلطة في الـ في الـ that experience محتاج صحيحة. تو عودت الـ عودت الدبت كل شيء كما هو، وعملت appreciate thank you for your order. You have emailed your receipt to pass the email. على الايميل بتاعي باش يقول لي راني صحيح شريت الدومان بتاعك، نشوف شوف الايميل على جوجل بي بعت لي الايميل هذا، ثانك يو فور يور اوردر كذا كذا، نجي عطاني كل شيء للموديل نمبر كذا كامل، هيك نكون شرينا الدومين نتاعنا. الحلقة الجاية الفيديو الجاي إن شاء الله نشوفوا كيفاش نربطوه مع المطلوب.